اليوم بنكمل عن الأمينو أسيد ميتابوليزم وتحديدا عملية الكاتابوليزم. تمام، خلينا نبلش. هلا الكاتابوليزم اوف أمينو أسيد without loss of the nitrogen part. هلا بالعمليات اللي قبل كنا نعمل عملية كاتابوليزم للأمينو أسيد، لكن كنا نخسر جزء، الجزء النيتروجين اللي موجود فيه نيتروجين. فاليوم راح نحكي عن عمليات الكاتابوليزم للأمينو أسيد بدون ما نخسر النيتروجين بورت. أول نوع من أنواع هاي التفاعلات اللي هو decarboxylation of amino acid، عملية نزع CO2 من الأمينو أسيد. تمام، فمعناه decarboxylation it is alternative catabolism of amino acid that involves a removal of the carbon dioxide from amino acid، وبالتالي تؤدي إلى تكوين الأمينز. فعملية الديكربوكسيليشن هي عبارة عن ريموف لكربون ديوكسيد، بنشيل أو بننزع ذرة كربون على شكل CO2 من من الأمينو أسيد علشان يتكون عنا أمينز. هلا بحكي لنا إنه الأمينز اللي نتج اللي ناتجة بتكون physiologically highly active، يعني بتكون إلها وظيفة أو بتكون active physiologically. فمثلا ممكن تكون تشتغل كهرمونات أو ممكن تشتغل كنورو ترانسميتر. حنتعرف على تفاعلات أو أمثلة على هاي التفاعلات. أول شيء اللي هو عبارة عن الconversion of glutamate، هاي التفاعل اللي هي conversion of the glutamate to GABA neurotransmitter. هاي عنا glutamate نزعنا منه CO2 علشان يتكون عنا الجابا، وكلنا بنعرف انه الجابا هو عبارة عن نورو ترانسميتر، هو عبارة عن inhibitory mediator in the of the central nervous system. فهو بيعمل inhibition للcentral nervous system. تاني نوع معنا اللي هو عبارة عن تحويل الهستادين تو الهستادين تو هستامين. فبننزع نفس المبدأ، بننزع CO2 منها عشان يتكون عندنا الهستامين. هلا عفوا، هلا لوت اوف هستامين لما يكون في عندنا نسبة كتير من الهستامين، وين يعني وين من بيكون موجود؟ is formed in the inflammatory places as a mediator of inflammation, pain or responsible for allergy development. فموجود نسبة من الهستامين غالبا وين بتكون؟ في inflammatory places، الأماكن اللي بيكون فيها inflammation بتسبب pain and responsible for allergy development. التفاعل الثالث اللي معنا اللي هو conversion of the tryptophan to serotonin. هلا في عندنا التريبتوفان لما ننزع منه التريبتوفان، لما بدنا ننزع منه CO2 علشان نكون أمين بنسميه سيروتونين، اللي هو راح نتعرف شو وظيفته. السيروتونين هو عبارة عن الفيزو كونستريكتر، إذا هو عبارة عن فيزو كونستريكتر نيورو ترانسميتر. فوظيفته إنه بيعمل تضيق للأوعية الدموية، غالبا وين موجود؟ present at high concentration in the platelets اللي هي عبارة عن في الصفائح الدموية، and in the gastrointestinal tract في الجهاز الهضمي، وموجود في البرين. فلما حولنا تريبتوفان للسيروتونين بيكون موجود في أو شو وظيفته كنيورو ترانسميتر، بيعمل فيزو كونستريكشن، موجود في نسبة عالية في الجهاز الهضمي أو في البرين أو في البليتلتس. التفاعل اللي بعده اللي هو عبارة عن conversion of the tyrosine to حتى نكون الإبينفرين. هلا هون في هاي الدورة رح نعرف عن عملية تصنيع الإبينفرين. أول شيء في عنا التيروسين اللي هو المركب الأصلي اللي بيكون عنا الإبينفرين. هسا التيروسين أول تفاعل بصير له عملية هيدروكسيليشن. هلا لما يصير عملية هيدروكسيليشن بواسطة إنزيم اسمه تيروسين هيدروكسيليز، بيصير في عنا مركب اسمه دوبا داي هيدروكسي فينيل ألانين. هلا هذا ال دي او بي اي راح يصير له عملية ديكربوكسيليشن بواسطة إنزيم اللي هي دي او بي اي ديكربوكسيليز، بننزع منه سي او 2 علشان يتكون عنا انترميديات بنسميه الدوبامين. هلا الدوبامين بيصير في عنا عملية هيدروكسيليشن له، بيصير في عنا النوربينفرين، بعدين النوربينفرين بيتكون منه الإبينفرين بعد تفاعل معين. فأول شيء بحكي لنا إنه التيروسين موجود وين؟ وين بتصير هاي العملية؟ هلا بحكي لنا التيروسين transported to
كاتيكولامين سيكريتينج نيورونز اند ادرينال ميديولري سيلز وير ذا دوبامين نورفرين اند ابينفرين سينثيسيس تيك بليس. وين بتصير العمليه؟ في الميديولري سيل، في الادرينال ميديولا، في الادرينال ميديولا. هسه الخطوه الاولى اللي هي بتتضمن عمليه هيدروكسيليشن بوسط انزيم اللي اسمه تايروسين هيدروكسيليز عشان يعطينا الدي او بي اي. بعدين ليتر كومباوند بنصير في عمليه ديكربوكسيليشن علشان تكون دوبامين. بعدين بيصير في عمليه اوكسيديشن عشان تعطينا النورابينفرين. بعدين بيصير في عندنا ميثيليشن عشان يعطينا الابينفرين، انه بنضيف له مجموعه ميثيل. هلا الخطوة الثانية أو العملية الثانية علشان نعمل كاتابوليزم للأمينو أسيد بدون ما نخسر النيتروجين بورت اللي هي موديفيكيشن أوف أمينو أسيد. العملية الثانية وهي الموديفيكيشن أوف أمينو أسيد سبيشالايز نيتروجين كومباوند. إذا بنعمل عملية موديفيكيشن، تغيير في شكل الأمينو أسيد علشان يعطينا مركبة تحتوي على النيتروجين وبتكون سبيشالايز. هلا أول شيء بحكي لنا إنه ذا أمينو أسيد آر موديفايد تو برودوس سبيشال نيتروجين برودكت وذاوت ديامينيشن أو ديكربوكسيليشن. إذا بصير في عنا عملية موديفيكيشن معينة للأمينو أسيد علشان تنتج البرودكتس اللي بيكون فيهم النيتروجين بدون ما نعملها عملية ديامينيشن، بدون ما نخسر مجموعة أمين أو بدون ما نخسر CO2. أول واحدة رح نحكي عنها اللي هي الكريتين بايوسينثيسيس. الكريتين it's a nitrogenous compound بتكون in the liver and the kidney from the condensation of amino acids اللي هم الأجرينين مع الجلايكسين. ففي عنا الأجرينين بيجي معه الأمينو أسيد الثاني اللي هو الجلايسين، بصير لهم تفاعل إنهم بندمجوا مع بعض في الكيدني علشان يعطونا مركب إنترميديت. هذا المركب، هلا هذا المركب بيروح على الليفر بيكون لنا الكرياتين. إذا بيكون لنا الكرياتين، هلا الكرياتين اللي إحنا بدنا إياه بتصير في عنا أو إيش إحنا بنستفيد منه. هلا في عنا بالكرياتين لما يكون الجسم ما بده الطاقة إيش بيعمل؟ بتحول لكرياتين فوسفات. ناخد ATP اللي موجودة بالجسم، ناخد مجموعة الفوسفات منها وبتنتج ADP، وبنعطي مجموعة الفوسفات للكرياتين عشان يصير اسمه كرياتين فوسفات بواسطة إنزيم اسمه كرياتين فوسفوكينيز. فأخذنا عملنا عملية فوسفوليريشن للكرياتين، تمام. هلا في حالات أو هذا التفاعل إيش أهميته؟ إنه التفاعل بيكون ريفرسبل، بيكون منعكس. فبقدر أنا لما يكون في عندي استهلاك كتير للطاقة، لما نعمل مسل مثلا، لما يكون واحد عم يعمل تمرين بده استهلاك جسمه، بيستهلك الطاقة بشكل كبير، فبده طاقة بشكل سريع، فبصير التفاعل بالطريقة العكسية. كيف؟ إنه بيكون في عنا كرياتين فوسفات إيش بيعمل؟ بيعطي مجموعة الفوسفات اللي موجودة عنده للADP عشان يكون ATP ويستهلكها الجسم. فهي أهمية إنه التفاعل يكون ريفرسبل. بحكينا إن كرياتين is used as a storage of a high energy phosphate. The phosphate of the ATP is transferred to creatine, generating creatine phosphate through the action of the creatine phosphokinase, اسم الإنزيم. The reaction is reversible. حكينا إنه التفاعل بيكون منعكس. Such as when the energy demand is high. لما يكون في عنا muscle excretions يعني استهلاك كتير لل ATP. Creatine phosphate donates its phosphate لل ATP عشان ينتج لنا ال ATP. هلا التفاعل الثاني اللي معنا اللي هو glutathione formation. هلا بدنا نعرف اللي هي الجلوتاثيون شو هي. هلا هي بنختصرها بالجي اس ات، هي عبارة عن تراي بيبتايد، هو عبارة عن بيبتايد معين بتكون من 3 أمينو أسيد اللي هو بتكون من جلوتاميت ومن السستين ومن الجلايسين. فأول شيء الجلوتاثيون إيش هو؟ هو ثيون اللي هو عبارة عن تراي بيبتايد بتكون من 3 شغلات اللي هو جلوتاميت والسستين والجلايسين. هلا هذا الجلوتاثيون هو عبارة عن أو له أهمية كتير في الجسم أو في الخلايا. أول شيء شو هي الوظائف تاعته؟ أول شيء بحكي لك إنه بيعمل كريدكتنت. اثنين it's conjugated to drugs to make them more water soluble. لما نعطي أو لما نحطه مع الدرجز منضيفه للدرجز علشان يصير الدرج more water soluble، بيدوب بالماء بشكل أسرع. كمان مهم في الأمينو أسيد ترانسبورت، مهم في الأمينو أسيد ترانسبورت across the cell membrane as in. وكمان بعمل كأيد، بيساعد في عملية rearrangement of the protein disulfide bond، بيساعد في عملية إعادة ترتيب الروابط يلي بتكون disulfide bond. هلا
بحكي لنا انه the role of the GSH as a reductant متى بتبين وظيفته ك reductant؟ بيكون important particularly in the highly oxidizing environment، لما يكون في عنا بيئة بتكون highly oxidizing زي مثلا في الأرثوسايت في خلايا الدم الحمراء. هلا بحكي لنا انه self hydral of the GSH can be used to reduce the peroxide formed during oxygen transport، في أثناء نقل الأكسجين بتتكون عنا البيروكسايت. هلا لما بدنا نعمل البيروكسايت ريدكشن بنستخدم السلف هيدرول اللي موجوده في هذا الجي اس اتش. هسه ذا ريزلتنج اوكس، هلا احنا عملنا ريدكشن للبيروكسايت، فصار للسلف هيدرول ايش صار لها؟ صار لها اوكسيديشن، فالريديوست فورم صار في عندنا داي سلفايد. يعني اول شيء كانت سلف هيدرول هي اس اتش، صار في عندنا داي سلفايد، انه ربطنا هذا المركب مع مركب زيه يعني جي اس اتش ثانيه علشان يصير في عندنا وشلنا الهيدروجين، فصار في عندنا الداي سلفايد رابطه بين الاس والاس. فبحكي لنا انه the resulting oxidizing form of the GSH consists of the two molecule disulfide bond together abbreviated، هذا الoxidized form نسميه ال GSSG. هسا بحكي لنا انه في انزيم معين ممكن يعمل عملية عكسية انه يحولها من الoxidized form للreduced form، يعني بالعربي انه يعملها اختزال، فهي الانزيم اسمه الجلوتاثيونين ريدكتيز بيحتاج لل NADPH كاكو فاكتور عشان يعمل ريدكشن من واحد مول من الجي اس اس جي لحتى يعطيني 2 مول من الجي اس اتش. فك الرابطة يعني الدايسلفايد بينهم. هلا العملية الثالثة اللي بنستفيد منها او بنعملها اللي هي سينثيز اوف ذا هيمي فروم جلايسين. الجلايسين بنستخدم حتى يصنع لنا الهيمي، فبحكي لنا انه جلايسين از يوزد تو ان ذا باي سينثيز اوف ذا تترا بايرلز. هلا التترا بايرلز في عنا اربع انواع منها اللي هي الهيمي والكلوروفيل الفيكوبلين اند ذا كوبالامين. هلا اول اوف ذيس كومباوند ار سينثيسايزد فروم، هلا في عنا امينو اسيد معين، هذا الامينو الاسيد بنستخدمه وهو الاصلي علشان يكون من عنا هدول الهيمي والكلوروفيل وهي الاشياء اللي هي الامينو ليفيولينيك اسيد. هلا several reactions are required for the hemisynthesis، في عنا سبع خطوات او سبع تفاعلات علشان يصنع الهيمي. The first step، اول خطوه بتصير في الميتوكوندريا، بعدين ثلاث خطوات بتصير في السيتوبلازم، والخطوات الثلاثه اللي ضايلات بيصيروا في الميتوكوندريا. ما بعرف صراحه مطالبين ولا مش مطالبين فيهم الخطوات هيهم. هيك بنكون خلصنا البارت الواحد، يعطيكم العافيه.